في أرض بعيدة، كان هناك أسد قوي يدعى ليو وحمار وحشي يدعى هارون. كانا صديقين غير اعتياديين، حيث كانوا يعيشون سوياً في غابة خضراء جميلة. ليو كان ملك الغابة، يسيطر على الأراضي ويحميها بشجاعة. ومع ذلك، كان لديه قلب طيب ورحيم، وكان يحترم جميع الحيوانات في المملكة. أما هارون، فكان حماراً وحشياً ذكياً ومرحاً. كان لديه حلم كبير بأن يصبح صديقاً للجميع في الغابة ويشاركهم فرحته. تواجه المملكة تحديات عديدة، حيث بدأت تظهر أعداء جدد يهددون سلامة الغابة. في إحدى المرات، وقع ليو في فخ خطير ولم يستطع الخروج منه بمفرده. حينها، أدرك هارون أنه حان وقت الوفاء بالصداقة. سارع هارون إلى جمع الحيوانات الأخرى في الغابة، وقادهم إلى مكان ليو. بتنظيم وتعاون الجميع، نجحوا في إنقاذ ليو وتحريره من الفخ. كانت هذه اللحظة تجسداً للصداقة القوية والتعاون في وجه التحديات. من ثم، قررت ليو وهارون أن يتحدوا لحماية المملكة معاً. كانوا يجمعون بين قوة الأسد والحكمة الفطرية للحمار الوحشي. مع مرور الوقت، أصبحت الصداقة بين ليو وهارون أسطورية في المملكة. كانوا يحكون للحيوانات الصغيرة قصصاً عن شجاعتهم وتفانيهم في حماية الغابة، مما جعلهم قدوة للجميع.